وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. مستمع سمى نفسه صالح المبروك بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تجوز الصدقة على المساجد؟ نعم، الصدقة على المساجد طيب، معروف المساجد من أفضل القربات، لكن الصدقة تطوع بهم زكاة، فإذا بنى مساجد أو رممها أو كمل نقصها أو فرشها فهذا عمل صالح وقربه إلى الله عز وجل، لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فهو في أصناف الثمانية المذكورة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، في سبيل الله هم المجاهدون. نعم.